تستضيف مملكة البحرين يوم غد الاجتماع الخامس للمجموعة الاستشارية للسياسات لمبادرة اسطنبول للتعاون مع حلف شمال الأطلسي الناتو الذي يقام يومي 10 و11 من مايو الجاري. وأكد الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ترحيب مملكة البحرين بوفود الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في هذا الاجتماع الذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع حلف الناتو، والذي يأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق إزاء التحديات السياسية والأمنية الإقليمية والدولية. وسيتخلل الاجتماع تنظيم عدة جلسات حول المشهد الأمني السياسي الإقليمي الراهن وآفاق التعاون والشراكة، وجلسات جانبية مصغرة حول النهج الإقليمي للأمن والدفاع وقضايا الأمن البحري وأمن الطاقة وتغير المناخ والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب ودور المرأة في تحقيق الأمن والسلام، بالإضافة إلى ندوة من تقديم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات وغيرها من المشاورات الدبلوماسية والفعاليات الفكرية والثقافية.